بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية، وسعيا من أجل التنسيق مع الشركاء الأمنيين وتضافر الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة، أين تم تشكيل دورية مشتركة من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بميهونسة ووادي العلندة، بالإضافة إلى فرقات الأمن والتحري رقم 1 بالوادي، وكذا الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، من أجل غلق جميع المنافذ المحتمل سلوكها؟ أين تم ضبط المركبة محل المعلومات؟ أثناء تفتيشها تم العثور على 30 علبة كرتونية من المؤثرات العقلية المقدرة ب 449,415 كبسولة نوع بريغابالين 300 ميليغرام، وكذا سلاح ناري نوع كلاشينكوف به مخزن يحتوي على 27 طلقة نارية حية. كما تم توقيف سائق المركبة. بعد فتح تحقيق واتخاذ جملة من الإجراءات تم تحديد باقي عناصر الشبكة، وهما شخصان لا يزالان في حالة فرار. فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي فتح التحقيق في القضية، وسيتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.